تسريب صورة لمهند الحمدي في حمام السباحة مع فتاة ومحمد الشماري يواجهه استر على نفسك. يشعل مهند الحمدي دائما مواقع التواصل الاجتماعي بصوره ومنشوراته وتعليقاته. اللافت اليوم كان إعادة نشر صورة قديمة لمهند الحمدي في حمام السباحة وفي أحضانه فتاة. البعض قال أن هذه الفتاة هي فرح الموديل اللبنانية التي اعترف لها مهند بحبه أخيراً، واشتعلت المواقع لأنه فضل لبنانية بستيل وعادات أجنبية على فتاة سعودية. مو قاعد أسوي شيء غلط، قاعد أطلع مع واحدة أحبها أبغى أتزوجها، أنت إيش دخلك فيني؟ محمد الشماري كان أول من رد عليه بعد مقابلته الأخيرة التي اعتبرها البعض جريئة ومنافية للتقاليد العربية، وخصوصاً اعتبار مهند أنه ليس مخطئاً عندما يظهر مع امرأة في مطعم أو هذا ليس عيب أو حرام. فكان الرد من محمد الشماري في فيديو كالآتي: ما زعلتني المقابلة كلها، بس لا تنشر أفكارك الغلط ومعتقداتك وتعارض الدين على مجتمع محافظ مهما كان الوضع، منقول ربنا ساتر علينا. كما أضاف الشماري: لا تنشر أفكار عشان تطلع أنت النادر، أنت المختلف اللي بيطلع يقول للناس أوه بيتكلم عن حبيبته، أوه كيوت. لا مش كيوت، مو كيوت، هذا عيب. أستر على نفسك، والله أستر على نفسك. قال: عيب والله، حرام إني أطلع مع وحدة بالمطعم. يا راجل إيش فيك؟ زي بقوله ما زعلتني المقابلة شخصيتك ولك، بس لا تنشر أفكارك الغلط والمختلفة وتعارض الدين، لا تنشر أفكارك ومعتقداتك الغلط على مجتمع يعني محافظ. إحنا مجتمع محافظ مهما كان، إحنا عندنا غلطات بس ربي ساتر علينا. يعني أنا من الناس اللي عندي مصايب لين هنا، بس الحمد لله ربي ساتر علي، دائما نقول يا رب استر علي لا تفضحني، وكلنا كذا. بس لا تنشر أفكار غلط على أساس أن أنت تطلع بالنادر، أن أنت مختلف على الناس. أوه أنا أحب عادي أصرح عن حبيبتي عشان بزارين يقولوا أوه يتكلم عن حبيبته، أو كيوت. لا مو بكيوت، هذا عيب، عيب مو بكيوت. أنت تشوفينه كيوت هو مو كيوت، عيب. أنت خالفت الدين، خالفت المجتمع، خالفت العرف، خالفت كل شيء. ومعناته أنت يعني نادر ولا أنت حلو وتدري أنك تشطح؟ لا خلاص استر على نفسك، استر على نفسك، والله استر على نفسك. قال إيش؟ قال مو بعيب ولا حرام إني أطلع مع واحدة في مطعم. يا رجال إيش فيه؟ وساند الجمهور مهند على تويتر واعتبروا أنه يفعل الصواب وكلامه جميل. وتداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة لمهند مع فتاة في المسبح. البعض شكك بصحة هذه الصورة، مرجحين أن تكون قد خضعت لبرنامج فوتوشوب، وأن الذي بالصورة ليس الحمدي بل تم تركيبها. بالمقابل دفع كثيرون عن الفنان السعودي في حال كانت الصورة صحيحة، معتبرين أن الأمر حرية شخصية ولا يحق لأحد التدخل في حياته الخاصة. فهل يمكن أن تكون هذه فرح حبيبته اللبنانية؟